وننتقل مشاهدينا الآن إلى كييف، ومعنا من هناك الكاتب الصحفي يحيى الأستاذ يحيى الخربطلي. أستاذ يحيى، بعد التحية، ما هي الأوضاع لديك الآن في كييف؟ حياك الله يا سيدي. الأوضاع متوترة هناك. طبعا بدأت الأحداث أو بدأت التفجيرات في الصباح الباكر، حوالي في بداية الساعة 5 صباحا استفقنا على سماع بعض المتفجرات، ولكن كانت بعيدة شيئا عنا. ويبدو أن هذه التفجيرات أو هذه الصواريخ أو هذه القذائف كانت تستهدف أماكن تواجد الجيش الأوكراني وقواعد العسكرية ومستودعات السلاح وما إلى ذلك. ولكن بعد ذلك يعني حوالي الساعة 6 هذا الوضع، والآن هدوء نسبي، علما ان كنت اعود من السوبر ماركت، اشتريت بعض الاغراض البيت، وهذا في طريقي الى السوبر ماركت دوى صوت انفجار كبير لم اعلم مكانه الان. ومع ذلك الان وصلت للبيت، ولكن بشكل عام الحاله في المنطقه اللي انا اسكن فيها طبيعيه، حركه السير، لكن شاهدنا وراقبنا ان هناك موجه هروب من سكان العاصمة باتجاه المدن الغربية لأوكرانيا التي تحد بولندا وبلدان أخرى، علما بأن تلك المناطق أيضا تعرضت إلى هجمات صاروخية أو مدفعية، المناطق المحاذية للحدود البيلاروسية. بالتالي أصبحت جميع المناطق الأوكرانية والتحديد منها الحدودية مهددة في أي لحظة للقصف الروسي. نعم، إذا تحدثنا عن كييف، الأوضاع هناك، إذا أردنا الحديث عن، يعني تحدثت منذ قليل ضيفي الكريم أنك كنت في بعض أحد المحال التجارية، حالة البيع والشراء في كييف، يعني المواطن الأوكراني الآن في العاصمة الأوكرانية كيف يتعامل؟ نعم، لقد اتصلت بأصدقائي في قلب العاصمة وقالوا لي أنه كان من الصعب الدخول إلى مخازن المواد الغذائية لأن الأدوار عليها بشكل كبير، والأدوار كمان كذلك الأمر كبيرة على محطات الوقود للتزود في الوقود، لأن هناك أرتال من السيارات تغادر، كما قلت لك، تغادر العاصمة باتجاه المدن الغربية. وكما قلت أيضا بأن هناك حركة غير عادية في السوبر ماركتات وفي مستودعات مبيع المواد الغذائية، يعني في هجوم الآن على تخزين السلع الغذائية نوعا ما نوعاً. ولكن لغاية الآن، لغاية هذه اللحظة، كل شيء متوفر، المخازن مغطية كل شيء، فبالتالي لا يوجد نقص في المواد الغذائيه او المحروقات او الوقود والى ذلك. الكهرباء لا زالت تشتغل بشكل منتظم، الاتصالات الهاتفيه كذلك الامر، وهذه هي الصوره. نعم، يعني الاتصالات الهاتفيه، نحن نحدثك الان عبر الهاتف، ولكن ضيفي الكريم، منذ دقائق خرج الرئيس الاوكراني على الشعب الاوكراني بخطاب توجه فيه ب ضرورة التعبئة العسكرية ورفض هذه العملية العسكرية. الأوضاع داخل العاصمة ما قبل الخطاب وما بعد الخطاب، يعني هل هناك ردود فعل في مسألة التعبئة العسكرية، يعني دعا المواطنين التوجه إلى كل مراكز التعبئة؟ نعم، دعا المواطنين الذين كانوا يخدموا في صفوف الجيش الأوكراني، وذلك لا يعمم على الأشخاص الذين لم يخدموا أو أصحاب الخبرات العسكرية. نعم، تم دعوتهم بشكل رسمي للالتحاق بمراكز التجنيد. فعلا كان هناك، توجهت الناس، توجه المواطنون الذين لهم خبرات عسكرية إلى تلك الأماكن.
لكن لا ننسى بأنه يوم أمس قد أعلنت حالة الطوارئ قبل أن تبدأ العملية. يقول الرئيس الأوكراني كلماته قبل أن يخاطب الشعب، واللي قام في الصباح الباكر عندما أعلن بوتين عن بدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، فتم إعلان حالة القوانين، حالة الحرب أو حالة القوانين العرفية، قوانين العرفية. الأحكام العرفية. لكن بشكل عام اتصلنا بجميع أصدقائنا، لا زالوا محافظين على الهدوء، لكن هناك آخرين يحاولون الهروب، علما أن جميع المراكز الحدودية سكرت أبوابها ولم يبقى كما قلت لك، لم يبقى هناك مناطق آمنة. كل المناطق شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا تعرضت إلى القصف. يعني الصورة من كييف، هناك حشود عسكرية من الجيش الروسي على شمال شرق، على شمال شرق البلاد، بالتالي تبعد من هنا هذه الحدود حوالي 350 كيلومتر 400 كيلومتر باتجاه موسكو. هناك حشود عسكرية للجيش الروسي على هذه الحدود، ويبدو أنهم ربما يجهزون بالدخول إلى المناطق الأوكرانية من تلك الحدود، كما حدث في مناطق أخرى. كذلك الأمر حدث في على الحدود مع بيلاروسيا، سمعنا بأن الجيش الروسي ودبابات الجيش الروسي دخلت إلى الأراضي الأوكرانية عبر الحدود مع بيلاروسيا. نعم، ولكن من الحدود يعني أريد أن أتوقف مع حضرتك في الصورة التي نشاهدها الآن. نتابع الآن الصورة من مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف، وتبدو الصورة وكأنه لا يوجد أحد في الشوارع إلا من القليل. هل ينظر طبعاً المواطن الأوكراني إلى هذه العملية باعتبارها عملية محدودة أم أنها ستطول؟ أستطيع أن أقول لك لا أحد يدري على ماذا سيقدم الرئيس بوتين، لأنه كان عدة مرات كان يطمئن بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية ولن يكون هناك اجتياح لأوكرانيا، وكذلك الأمر كان من طرف الأوكراني، صرحوا بأنه لن يقوم الجيش الأوكراني بأي عملية عسكرية ضد المناطق التي يحتلها الانفصاليون. فبالتالي ولكن حصل ما حصل، قام بها بوتين وبدأ بالحرب. فبالتالي الآن المواطنين لا يعلمون ماذا ممكن أن يحصل، علما أن البعض يحاول أن يوجه نفسه بأنها ستكون عملية محدودة فقط في المناطق الشرقية لأوكرانيا، ولكن هناك معلومات، وحتى صرح بها هذه المعلومات السيد بوتين، بأنه سيدخل إلى أوكرانيا وينظف بين القوسين حسب تصريحه، سينظف أوكرانيا من التغمة الفاشية التي تحكم هذا البلد. لديه نوايا بأن يصل إلى العاصمة ويحتلها أو يغير النظام السياسي فيها أو الحكومة فيها. أستاذ يحيى، هل المواطن الأوكراني بطبيعة الحال يهتم بمتابعة الأخبار من روسيا ومن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ يعني هل كلمات الرئيس الروسي أو الرئيس الأمريكي يهتم بها المواطن الأوكراني تحديدا في هذه الأزمة؟ بلا شك، نحن نعيش هذه الحالة من أكثر من شهر، بالتالي كل الأنظار الشعب الأوكراني متوجهة إلى ماذا ممكن أن يحدث. كل الجميع مهتم، الجميع يحرص على سلامته، فبالتالي الجميع مهتم في هذه الأخبار وبماذا يمكن أن يحصل. للحظة الأخيرة لغاية يوم أمس المساء لم يكن أحد من المواطنين المتوقع أن تبدأ هذه العملية، كان الجميع يعتبر بأن هذا تهويل وهذا تخويف لإرغام أوكرانيا والحكومة الأوكرانية على القبول بالشروط الروسية للحفاظ على الأمن الروسي، ولكن فعلها ودخل بوتين أوكرانيا. الرئاسة الأوكرانية الآن تنعقد كل قليل، أم يعني ما هو الوضع داخل الرئاسة الأوكرانية الآن؟
الرئاسة الأوكرانية والحكومة الأوكرانية في حالة انعقاد دائم من يوم أمس حتى قبل بدء الاعتداء. وحتى قبل أمس عندما قرروا إعلان حالة الطوارئ فهم على انعقاد يومي ودائم. ماذا يطمئنون الشعب ويقولون بأن الجيش والشعب الأوكراني مستعد لمواجهة أي عدوان، وها نحن الآن نواجه هذا العدوان. إلى أي مدى أستاذ يحيى ستصمد المنظومة الدفاعية الأوكرانية أمام روسيا إذا يعني تحدثنا عن أنه لا ملامح لانتهاء هذه العملية سواء بعد يوم أو يومين أو أسبوع كما أشار بعض الضيوف؟ بتقديري أن القيادة العسكرية الروسية كما قامت بالصباح بضرب السكنات العسكرية ومخازن المستودعات الأسلحة والقواعد العسكرية الأوكرانية، وكذلك تريد أن تنتهي من مواقع الصواريخ المضادة للطائرات ربما لكي يستقبل القريب غدا أو بعد غد انزالات احتمال أن يصير هناك انزالات للجيش الروسي في المراكز الحكومية وفي علما أريد أن أضيف لأن حتى المطارات جميع المطارات تعرضت إلى قصف إن كانت المطارات العسكرية أو المطارات المدنية، فذلك يبدو أنه بهدف وقف وصول الطائرات أو قطع الجسر الجوي الذي كان ممكن أن تقوم به الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة. نعم، أخيرا ضيفي الكريم وبالتأكيد سنعود إليك مرة أخرى للحديث عن الوضع في كييف، إذا أردنا أن نرصد الصورة في الشارع هناك في العاصمة الأوكرانية كييف، هل هناك اضطراب أم أن هناك كما ذكرت هدوء حذر؟ هناك هدوء حذر. نعم. ضيفي الكريم الأستاذ يحيى الخربطلي الكاتب الصحفي كنت معنا من كييف مباشرة، شكرا جزيلا لك.